بما ان يا جماعة النهاردة اول يوم مدرسة، نعمل بقى غدا لولادنا كده سهل وبسيط ومغذي جدا ما شاء الله. مش هياخد في ايديكي كده 10 دقايق في تحضيره، وطعمه حلو جدا. واتحداكي ان مفيش طفل مصري ما بيحبش الاكلة التحفة دي. سهلة وبسيطة كده، ومقاديرنا ومكوناتنا حلوة جدا جدا جدا، والقيمة الغذائية بتاعتها عالية جدا. قبل ما نبدأ على الوصفة وقبل ما ندخل على التفاصيل، يا ريت اللايك، ولو اول مرة تشوفيني يا ريت الاشتراك في القناة، واللايك بتاعك يا جميلة يعني بيرفع الفيديو، واتمنى من كل قلبي تحطي لي لايك. اول حاجه هبدا بيها هو الصوص. يا جماعه الصوص طبعا النهارده هيبقى طعمه حلو جدا جدا وسهل وبسيط. حط كده شويه سمنه محترمه، وبعد كده احط عليهم 3 معالق من الدقيق، وحمص فيهم كده لغايه لما الدقيق اشم ريحته، تمام، لغايه لما ياخد اللون البني الفاتح شويه كده. تحميصه الدقيق دي مهمه جدا، وما بتخليش الصوص بتاعك يتقل منك قوي، ولا مثلا ايه يكلكع منك ولا حاجه. زي الفل كده. عندك طبعا مكعب مرقه حطيه في نفس الوقت ده. انا ما كانش عندي مكعب، فكان عندي ماجي فوريه، فقلت خلاص انا هحطها ايه في الاخر. نص لتر بقى كده من اللبن زي ما انتم شايفين كده اهوت، ما شاء الله انا حطيت نص لتر. وبعد ما هديت معايا شويه حسيت ان هي محتاجه تانيه، فحطيت لها نص كوبايه ولا حاجه. ماشي، تقلبتين كده تلاتة، وشوية فلفل اسود، وشوية بعد الماجي الفورية يا جماعة، وشوية ملح بسيط جدا، لان خلي بالك الماجي والحاجات دي كلها بتبقى فيها اساسها ملح، تمام. خلص بقى كله زي ما انتوا شايفين كده هوت. اول ما تبدأ ان هي تغلي معايا كده من الجناب عشان ما تتقلش قوي مني ولا حاجة، اقوم طافية عليه، تمام. الصوص كده معاكي اجمل صوص. طبعا عندي كريمه لباني، حطي طبعا بتزودها حلاوه، بس انا ما كانش متوفر عندي كريمه لباني، فقلت ايه هقضي الغرض يعني. بصوا القوام، اهم حاجه يا جماعه السم كده، انا مش عايزاه اتقل من كده، وهتشوفوه في الاخر بقى تقله عامل ازاي. اول ما تبدا كده خلاص ما شاء الله الصوص معايا طعمه حلو جدا، وخلاص كده بقى زي الفل. خلاص كده بقى هو تغلي معايا بس كده غلوه، ونشوف حاجه تانية. ما شاء الله هو اللهم بارك. حله ميه كده على النار، احط فيها نص كيلو من المكرونه زي ما انتوا شايفين، يعني كيس كده. ماشي، اول ما تبدا تغلي بقى كده اهوت، ما بحطش عليها بصراحه لا ملح ولا زيت. الزيت بحطه في الاخر خالص، اسيبها بقى كده تستوي مع نفسها زي ما انتوا شايفين اهو، اللهم بارك. اسيبها كده تشتغل، ونتبل بقى البانيه بتاعنا. البانيه طبعا مغسول وزي الفل زي ما انتوا شايفين كده اهوت. شويه فلفل اسود محترمين، وتوم باودر، وبصل باودر، وبابريكا، وملح، والبيض بس كده فقط لا غير، ما بحطش عليه اكتر من كده. عايزه اقول لكم ان بيبقى طعمه حلو جدا جدا، ولا لسه هقطع بصل ولا الكلام ده كله. التوم طبعا والبصل البودر بيخلوه طعمه حلو قوي زي ما انتوا شايفين. طبعا انت بتحب الاكل سبايسي، تضيفي شويه شطه حمراء. ما كانش خلاص كده عشان طبعا الولاد اهوت، ما شاء الله زي الفل. اقلب بقى تقليبه كويسه جدا كده في قلب بعضه. عايزه اقول لكم ان انا سبته كده منقوع نص ساعه بس، ماشي، قبل ما اضيف له البيض. اهم حاجه التقليبه كده عشان كله يتشرب في قلب بعضه زي ما انتوا شايفين. اكسر بقى البيض بعد نص ساعه، وخلاص كده خلاص يا جماعه ما شاء الله. اقلب بقى تقليبه كويسه جدا كده، واجيب طبق احط فيه بقسماط، ماشي، بقسماط بس من غير اي حاجه، ونبدا بقى ايه ان احنا نتبله بالبقسماط اهوت. نضيف كده على طول البقسماط، وهاخد البانيه. اهم حاجه في الخطوه بتاعه البانيه دي يا جماعه التك عليه، يعني انت لازم تضغطي عليه جامد كده عشان يشرب منك طبقه سميكه كده من البقسماط. ما شاء الله كل حاجه شغاله زي الفل. قرفه العيال بصراحه حلوه جدا، يرجعوا كده يلاقوا اكل حلو كده ما شاء الله مستنيهم. الاكله دي طبعا من عشاق الاطفال والكبار، يعني انا عن نفسي بحبها جدا بصراحه، ما بتاخدش وقت كده في تحضيرها، بجد بتطلع حلوه قوي اهوت زي الفل. اخلص الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده اهوت. طاسة بقى كده على النار، ماشي، هنشوف المكرونة الاول. انا خلاص ما شاء الله استوت معايا اهيت، هصفيها. واهم تركية في المكرونة يا جميلة عشان ما تلزقش منك، معلقة بس من الزيت كده، ونقلبها كويس جدا. عايزة اقولك ان انت لما بتحطي فيها الزيت ممكن تقعد معاك من الصبح لغاية بالليل، مفيش واحدة لازقة في واحدة، اللهم بارك. طاسة بقى كده على النار على طول، اول ما تبدأ تسخن جامد هنزل فيها البانيه بتاعي زي ما انتوا شايفين طبعا، يمين وشمال بقى لغايه لما ياخد اللون الذهبي. ما تغمقيش البانيه قوي عشان ما ينشفش منك ويبقى طعمه وحش اهوت. اخلص بقى كميه البانيه اللي معايا كلها، ما شاء الله كان طعمه حلو جدا، والاكله بصراحه كانت تحفه في منتهى الجمال والحلاوه كده، جنب طبق مخلل جنب شويه سلطه، بس كده الوصفه تحفه بصراحه ما شاء الله. وطبعا الولاد حرام لما بيكونوا في المدرسة لازم كده ايه تنوعي لهم من الاكل.
نطلعه بقى كده على منديل عشان يشرب الزيت. ما شاء الله اللهم بارك، انا خلصت كده الكميه. تعالوا بقى نغرف المكرونه والجمال والحلاوه. بصوا المكرونه ما شاء الله مش لازقه ببعضها، بصوا الحلاوه، وانا كده سبتها بتاع ساعتين ولا حاجه. وبعد كده نحط الصوص بقى يا جماعه، وبالف هنا وشفا كده يا جماعه الفيديو يكون خلص معانا. اتمنى من كل قلبي ان الوصفه تكون عجبتكم، تكون سهله وخفيفه كده عليكم، عشان تحطوا لي اللايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش. وبس كده فضل وليس امر اللايك، لان اللايك بيرفع الفيديو يا جماعه.